نظر على الشارع لنشوف شو بيعرفوا الناس عن هيدي الزهرة يلي منتشرة بكثرة بالعالم كله وبالعالم العربي كمان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف سوا شو حيقولوا. هي فاشينيستا فيهم، بعرف ان هي ليدي جميلة بتعرف كيف تنسق ملابسها بطريقة مختلفة عن اللي الاخرين بيشوفوا. فاشينيستا احنا موديل قديم ياما موديل ما بنهتمش كثير بهالمواضيع هاي. بيفرجونا شو النيو ثينكينج في الميك اب، في التريندينج، في الفاشن، هاي الاشياء. بيعتقدوا انه هن بيفهموا بالموضه، بيحبوا يقولوا لنا من وين البراندز اللي لابسينه. في ناس عندها شوق انها تعرف تماما الفاشينيستا شو لابسين. عندهم فولورز كثير، دائما لبسهم بيكون مميز، دائما up to date. في ناس بحسهم كثير بيزيدوها باللبس، بالحركات، بالشعر. عم نشوف الفاشينيستات يمكن هن السوشيال ميديا ماخذ كثير من الـ من الـ من, الـ من الدنيا، ف it's easy to access اي بيت باي زمان باي مكان. بحب اكون فاشينيستا على ذوقي انا مو كثير فاشن، يعني ممكن البس اي شيء بيعجبني. تريندينج هلا كثير على السوشيال ميديا، ما عنده شيء بيعمل فاشينيستا.